مستمرين معاكم مشاهدينا في الرسالة اليومية هنا من مهرجان البحرين للسلمة. مثل ما شاهدتوا أول يومين واليوم الثالث على التوالي، عدد من ورش العمل والجلسات اللي تنصب في صالح تنمية قدرات المواهب الشابة في مجال التمثيل، وأكيد لقاء الشباب بكوكبة من الفنانين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ينصب انصباب كلي في صقل مهاراتهم وشلون يبتدون مسارهم في مجال التمثيل. دور السينما لها طبعا لها دور كبير اليوم لتنشيط اي سياحي، والدليل كذا يعني كم من فيلم نحن عندنا تم تصويره في اماره دبي، والجاليه الهنديه لليوم تيجي لدبي يا تزور الفندق هذا او تسكن في الفندق اللي مثل فيه مثلوا فيه الفيلم. فهذا الشيء يشجع، والدليل ان اتوقع ان في دول مثل تركيا في ناس زارت لتركيا بناء على مسلسلاتها. فاليوم في دبي نحن صارنا كثير، ونفس الوقت احنا عندنا برامج تلفزيونيه عالمية تم تصويرها في إمارة دبي، وكثير ناس من بعدها فعلا دخلت تسوي سيرش عن دبي أو تزور دبي أن تشوف فعلا هل المنطقة موجودة، هل مطعم، هل شارع، هل بناية، هل مول. فاليوم شيء مهم، وهي نوع من أنواع الترويج لأي مدينة يعني. مشاهدينا، ورش العمل اللي قامت ضمن مهرجان البحرين للسلمة أخذتنا في جولة مختلفة ومنفردة لكل جوانب السلمة، وأحد أهم هذه الجوانب التسويق وشلون الفيلم يوصل الرسالة اللي وده فيها بصفة وصيغة مباشرة للمشاهد. الحقيقة في تطور كبير قوي قوي، مبسوطة بالأفلام المشاركة، مبسوطة بكم الفنانين من الوطن العربي كله اللي بيشاركوا في مهرجان البحرين، وأظن أن الدورة دي دورة حافلة جدا بكل فعالياتها، وبتمنى يا رب الأفلام اللي يعني أنا مش عايزة أقول الأفلام اللي اتفرجت عليها وعجبتني يعني، بس أتمنى أن أفلام كتير تاخد جوائز إن شاء الله بإذن الله. دايما ببقى سعيدة جدا بتواجدي هنا في البحرين، بلد محبة للفن، محبة للثقافة، محبة للإنسانية بشكل عام. مش أول مرة أجي البحرين، دي المرة الرابعة، أتمنى أنها تبقى مش المرة الأخيرة، لأني حقيقي بحس براحة كبيرة قوي في البحرين، يمكن لأنها وسط المية، يمكن عشان ناسها طيبين وبيحبونا، يمكن لأن عندهم حسن الضيافة والاستقبال الحلو. فأنا ببقى سعيدة جداً جداً أن أنا بكون هنا في البحرين. البحرين أنا كنت هنا من شهرين في مهرجان الدانا، ودلوقتي في مهرجان السينما، وأتمنى يا رب يبقى فيه فعاليات كبيرة قوي وكتيرة قوي في البحرين وأكون مشاركة فيها. هذه الدورة شفنا فيها أول شيء صناع الأفلام البحرينيين بدوا يقدمون مشاريع أكثر، صراحة سعيدين أن الصناعة بدأت تتحرك أكثر. أنا يمكن وجودي خارج البحرين آي حق هاي المهرجان، وهو يشجعنا احنا كصناع افلام بحرينيين ان احنا اكشلي نبتدي ننتج هني ونشتغل هني ونبتدي نستثمر ايضا في المواهب اللي موجوده هني. البحرين هي بيئه خصبه لهاي المواهب، وايضا كون الصناعات في المنطقه بدات تتحرك، انا اشوف ان في فرصه كبيره اليوم للتالنت البحريني انه يبتدي يدخل في هاي الصناعه ويبتدي في كل مجالات الانتاج. والله الفيلم كان اساسا انه نصور التقنيه في اليابان، بس شلون تحول الى الجانب المظلم من اليابان ما كان في الخطة. أعتقد أن هذه كانت المفاجأة اللي فاجأتنا، بنينا عليها الباقي. دائما يقولون اليابان كوكب مختلف، إحنا فعلا شفناه كوكب مختلف، مو من ناحية إيجابية بس، لكن من ناحية مظلمة شوي. فقلنا نغوص فيه أكثر، نغوص مع أهل اليابان، نروح لبيوتهم ونعكس قصصهم. يعني أنا أعتقد دائما كنت أسوي محتوى اليوتيوب اللي هو فيه من الوثائقيات، لكن اني اسوي فيلم كامل وثائقي هذه تجربة يعني حطينا فيها روحنا اكثر، عشنا فيها، مرينا بتفاصيلها البسيطة. فلما شفنا المحتوى وايد كبير
قلنا حرام يكون يوتيوب فيديو خلاص. فهني قلنا لا خلنا نسوي فيلم وثائقي مدته 50 دقيقة نحط نشارك فيه مهرجانات، والحمد لله تونا فايزين مهرجان ميلان. إن نتجه لأفلام لمهرجانات شعور شوي مختلف، وجمهور مختلف، جمهور أصعب. فأعتقد إنها خطوة بتكون حلوة إن شاء الله، يعني تشجعنا للأكثر. دائما إن لما تروح حق الجمهور العام في السوشيال ميديا لازم تسوي محتوى يناسب العام، بس لما تروح حق السينما أنت تسوي محتوى يناسبك أنت، لأن في الأخير اللي بيعجبه بيعجبه، اللي ما بيعجبه ما بيعجبه. فنقدر نقول الاتجاه للسينما أكثر يشبع الفنان اللي داخلك والرسالة اللي أنت تبيها بدون قيود، شنو بيعجب الناس ما بيعجب الناس، وهذه يعطيك حرية حلوة، حرية صناعة إعلامية حلوة يعني.